كيو. طبعا هذا الصحن اللي جابه ايش مع شاورما؟ لحم، لحم خروف، ما اتذكر والله، يمكن 159 باب، سعره مناسب جدا. انا اكلت سندويشه في بنجلا رود ب 180 باب، فبنجربه. والله كويس طعمه، لا باس. جيد جيد وسعره مناسب على حسب ما قريت 159 باد، ما ادري عاد اذا بيزيد عقب، ما ادري. بس في مطعم جيته امس انا كانت البطاريه فاضيه مال الكاميرا، ما صورت، صورت التليفون بنزل ان شاء الله. عجيب يعني، مطعم جد، مطعم صدق يعني، من جد كويس يعني. اسمه اتوقع انديان تركش، على شارع الشاطئ في باتنج، فبنزل لكم اياه ان شاء الله من الموبايل. حياكم الله. بعد غدا ان شاء الله بنتوجه البحر. ذاك اليوم ما سبحت، فاليوم ان شاء الله مقرر اسبح. اليوم شمس، الجو مشمس اليوم، فمناسب جدا للسباحه. حياكم الله.